السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أو صباح الخير على حسب الوقت اللي أنت بتتفرج علينا فيه، في حلقة جديدة ويوم جديد وداخل السلاجة. طبعا أنا واحد من اللي بيحبوا كتب أدب جدا يعني، والحمد لله ربنا أكرمني يعني بصحبته، فمن كتر حبي فيه وبفرج على الفيديوهات طبعا فحفظت بقى الدخلة بتاعته كده. النهاردة إن شاء الله يعني هنسمعكم آيتين كده من القرآن الكريم بإذن الله. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور.